السفر نارين بيوتي ولقائها مع قمر الطائي شاهدوا المزيد من التفاصيل. اليوم أعلنت عن سفرها إلى الأردن حيث ظهرت تتجهز في صالون الشعر بلال ليزا، وأغلب المتابعين يتوقعون لقاء سيجمع بين نارين بيوتي وقمر الطائي في الأردن. وأيضا نارين بيوتي بالأمس قامت بنشر فيديو أغلب المتابعين اعتبروها أنه مشابه لفيديو قام بنشره سابقا غيث مروان، لكن هذه الفكرة معمولة سابقا من طرف الكثير من اليوتيوبرز الأجانب. وفيديو نارين بيوتي وغيث مروان الكل تميز بفكرته الخاصة، أو يمكن أن يكون تلميح من طرف نارين بيوتي على عودتها الى غيث مروان. رايكم بخصوص هذا الخبر؟ هاي سناب شات. اوكي سو اليوم او لمده 10 ايام حاخذكم معي على الاردن. اليوم سافره على الاردن على عمان لاول مره بحياتي. كثير متحمسه للسفره واول مره بستخدم فلتر على سناب شات، بس دعوري اوصل بالسلامه. ولكل الناس اللي بالاردن بدي اقول انه كثير متحمسه اني اشوفكم وحبكم قد الدنيا كلها. حبايبي اليوم أنس الشايب شجعني إني أنزل معه على الجيم، لهيك نازلين أنا وياه ونوار. هلا حيلحقنا نوار شوي قليل مروق أكثر مني، سو حننزل ونلعب جيم. شجعوني يا جماعة أكمل فيه. صباح الخير. صباح النور. شوفوا مين بده ينزل يتمرن معي اليوم. طبعاً حبايبي من بعد أنا طويل أقنعت بيسان إنه نروح نركض برا بالحديقة اللي جنب العمارة تبعتنا. يس. تعالوا نشوف الركض. من بعد كثير تجارب بالحياه والله العظيم احسن شيء الركض بالشمس، في له كثير فوائد وللتنحيف وللتنشيف نار. بيسو شو رايك تمرين اليوم الركض؟ صراحه التمارين كثير مفيده وحلوه، بس انا برا ما عم بقدر كثير اتنفس الجو كثير. اول مره بشوف بيسان عرقانه من اول ما تعرفت على بيسان مرتين لعب رياضه، هاي المره الثالثه. فيلا مستمرين، العبوا الرياضه انتوا كمان والله بتجنن. حبايبي انا استرك كل جمات الدنيا واجا يركضني بالشارع، يعني انت شو بتهيئ لك؟ كثير شوق. شدي تقتنع انه الركض بالشمس له فوائد اكثر؟ والله له فوائد بس ما في نفس، يعني نفس ما عم بقدر القط.